مسؤولون عسكريون من الولايات المتحدة وتركيا اجتماعا مشتركا لبحث سبل إقامة منطقة آمنة شمال سوريا. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن بلاده ستقوم بعملية شرق نهر الفرات وأنه أبلغ الولايات المتحدة وروسيا بذلك. وهددت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية إذا لم يتم إنشاء منطقة آمنة. وكان الاجتماع الأول في هذا الإطار قد انعقد في نهاية الشهر الماضي وفشل في التوصل إلى إنهاء الخلافات بين أنقرة وواشنطن بشأن عمق وأبعاد المنطقة الآمنة. هنا على الحدود التركية السورية نقاش المنطقة الآمنة يعود ليطغى على المحادثات التركية الأمريكية في أنقرة. تباين في المواقف لا يخفي نفسه، وفود أمريكية رفيعة المستوى تسارع لعقد اجتماعات مع الطرف التركي في محاولة لرأب الصدع وتجنب اجتياح تركي لشمال شرق سوريا. الآن سندخل شرق الفرات، وقد شاركنا هذه المعلومات مع روسيا والولايات المتحدة أيضا، لأنه من المستحيل علينا أن نبقى صامتين ما دام هناك إطلاق نيران عند الحدود. جوهر الخلاف يتجسد بطبيعة المنطقة الآمنة وحجمها، فالطرف الأمريكي عرض منطقة آمنة بعمق 9 أميال وبطول 87 ميل يتم سحب الأكراد منها، وتقوم القوات الأمريكية والتركية بموجب هذه العملية بتدمير التحصينات الكردية. عرض قُبل بالرفض من الجانب التركي مع الإصرار على منطقة آمنة بعمق 20 ميلا على الأقل، مع تفضيل أتراك السيطرة الكاملة والحصرية للمنطقة. التدخل الوشيك من الجانب التركي يدق إنذار الخطر لدى الأكراد حليف واشنطن في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية. مسؤولون أكراد صرحوا لصحيفة واشنطن بوست أن أي تدخل تركي قد يجعلهم عاجزين عن حماية السجون المؤقتة شرقي سوريا والتي يحتجز فيها أفراد من تنظيم الدولة. ورقة مساجين التنظيم ليست الوحيدة في التحضير للحرب مع تركيا، فالقيادة الكردية أشارت إلى بناء مستشفيات تحت الأرض وأنفاق وملاجئ وغيرها. ناقوس الخطر يدق، ومخاوف من اشتعال حرب تركية كردية لربما الجهود الدبلوماسية قد تنجح في تجنبها. ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا مراسلنا من إسطنبول أحمد غنام. أحمد، ما الذي رشح عن هذا الاجتماع الأمريكي التركي، وهل قرب وجهات النظر حول إشكالية المنطقة الآمنة شمال سوريا أم على العكس؟ نادين، بالواقع أنه كان هناك بيان من وزارة الدفاع التركية أكدت بأن الاجتماع الأول لهذا اليوم استمر 6 ساعات مع الهيئة العسكرية الأمريكية، وسيتم مواصلة هذه الاجتماعات يوم غد لكن دون إصدار معلومات أخرى. وهذا يشير طول مدة الاجتماع لست ساعات متواصلة يشير إلى التباين في وجهات النظر بين أنقرة وواشنطن، ويبدو أن الخلاف حتى اللحظة قائم بين الطرفين حول عمق المنطقة الآمنة وحول دخول القوات العسكرية التركية. وكانت تركيا طيلة الفترة الماضية قد قامت بتعزيزات عسكرية على طول الحدود لمنطقة الواقعة شرق الفرات والمحاذية للحدود التركية، وتحديدا عند مدينة الأبيض السورية، فهناك استعداد حسب تقارير إعلامية تتحدث عن وجود أكثر من 70 ألف من قوات التركية مستعدة للدخول إلى العمق السوري من أجل إنشاء المنطقة الآمنة التي تطالب بها تركيا. لكن حسب تقارير إعلامية تتحدث أنه يوجد هناك اقتراب في وجهات النظر بين الطرفين، حتى كان سابقا الرئيس الأمريكي ترامب قد وعد الرئيس التركي بإنشاء منطقة آمنة بعمق 30 إلى 40 كيلومتر، لكن يبدو أن وجهات النظر اليوم أو ما هو يتم عرضه من الجانب الأمريكي لا يرضي الجانب التركي، وهذا ما كان قد صرح به وزير الدفاع التركي. حسب بعض التسريبات عن اجتماع اليوم تتحدث أنه ربما الولايات المتحدة الأمريكية تسمح للقوات التركية الدخول بشكل محدود في الحدود السورية في منطقة شرق الفرات والسيطرة على بعض المدن الرئيسية ومن أهمها تل أبيض وكذلك منبجوة، رأس العين وعين العرب، وهذا ما مدينة عين العرب، وهذا ربما يكون حتى هذه اللحظة تكهنات هي وفق هذه التسريبات. لا يوجد ما يؤكد هذه التسريبات حتى هذه اللحظة، نحن بانتظار إما بيان أو تصريحات رسمية من الجانب التركي تؤكد هذه التفاهمات. شكرا جزيلا لك من إسطنبول مراسلنا أحمد غنام.